تعودنا خلال فترة كورونا على سلوكيات محددة صرنا نمارسها يوميا، ايش بيحكي لك الكمامة وايش بيحكي التعقيم وغيرها وغيراتها، حتى الاحتفالات والمناسبات صار في عملية تقنين إلها. خلينا نشوف مع بعض شو رأي المواطن بأنه أو ايش هي الممارسات اللي ممكن يستغني عنها حتى بعد انتهاء فيروس كورونا. خلينا نشوف مع بعض. 3 2 1 كيو. السؤال بسيط، شو هي الأمور اللي مش راح تتركها بعد انتهاء كورونا؟ الكمامة استمر عليها؟ راح استمر عليها. ليش؟ التزام طبعا، لازم الواحد يستمر عليها عشان احمي حالي واحمي غيري. ما اقنعتنيش. اقنعتك؟ ما اقنعتني. شو بدك اكثر من هيك اقناع يعني؟ جواب نهائي؟ جواب نهائي. نعتمد؟ نعتمد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شباب، ايش في شيء راح تستمر فيه؟ تستمر. نحافظ على الوقاية. يا سلام عليك، من وين طلعت اللي انت يا زلمة؟ من زمان احكي. نحافظ على الوقاية. والشيء الثاني انه ايش يصير يا رب انه يتحسن، يرجع يتحسن وضع البلد. اللهم امين، من تمك لباب السماء. خلاص نكمل يعني نكمل مسيرة الآباء والأجداد. ايوه يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. التسليم راح يضل يسلموا ويبوسوا بعض. ما حتنتهي. إذا بالكورونا بسلموا وببوسوا بعض، فما بالك مع ال بس تنتهي الكورونا. ها. نرجع نباوس. نعم. نرجع. المعابطة كمان. نعم. ضد البوس؟ مين؟ أنت. أنا؟ ممتاز، يعني بما إنك أنت شايف إنه هو إشي سلبي معناته أنت راح تستمر فيها بالابتعاد عنها. لا أنا ضد البوس. ضد البوس. أنا ضد. لأنك أنت ضد البوس راح تستمر في هذا الشيء، يعني إنه راح تضلك بعيد عنه. أنا ضد البوس، أنا بفضل أصلاً السلام يبقى هيك وخلص. أها. بس إحنا شعب عادات وتقاليد. نعم. أنت بحكي لك فات وما مديش إيده. ما هي المشكلة بزعله. صحيح. أها. فعشان هيك بقول لك ما راح إشي أنت. بما إنك بتحكي عن السلام والبوس. نعم. السلام الأردني كم بوس فيه؟ ثلاثة. كيف ترى؟ ثلاثة، واحدة على الشمال وتنتين على اليمين. عشان نطلع. حلو. نروح على المدرسة. تبقى نصف. أول. فبقدرش أطلع على يعني هيك برا، والشرطة بتكون منشورة بكل مكان. يعطيك العافية. يلا لمباي. باي. طب جاوبني عبرني ول. ممكن العادات اللي كنا متعودين عليها مثل العزايات هالأفراح هاي ممكن يعني الناس تستمر فيها، يعني ممكن وارد جدا ان الناس تستمر فيها، يعني زي الأعراس مثلا. الأعراس، العزايات وتكلفة العزايات وقديش وفرت مثلا على الناس، ولبس الكمامة ممتاز. ممكن نبطل نسلم؟ نعم طبعا، يعني نستمر بعدم السلام. طبعا عادي، يعني التعبير عن المحبة والصدق مش ضروري بالسلام باليد أو بالمعانقة. أما فيها كل المساجد كنا مش متوقعين الصلاة تكون هيك، عادي من خلال التباعد صرنا نصلي. المناسبات الاجتماعية، الأعراس، العزايات كلها صارت كويسة يعني عادي ومشيت. والله أنا بفضل بالذات لبس الكمامة، عدم تجمع الاكتظاظ بأماكن معينة، تقليل الحضور للمناسبات سواء الأفراح أو الأطراح. بصير مثلا واحد عنده خبرة في التعامل مع الأمراض. الاجتماع انه مثلا ما تكونش انت رايح عند فلان تصير تعبط فيه كحرارة والحب، ممكن الحب تبينه انت عن طريق يعني مثلا بدون المصافحة والهاي القصص هاي. ممكن مثلا مش شرط الكورونا، هي تنتقل أمراض تانية غير الكورونا، يعني ممكن صحيح. حتى السلام هذا، المصافحة، السلام هو السلام، السلام عليكم. المصافحة هاي هي اللي ممكن تسبب مشاكل. ممكن يكون مثلا انت ما بتعرف مثلا انا شو كنت بشتغل مثلا هون. صحيح. ايدي مثلا عليها زيت، ايدي عليها ابصر ايش. مزبوط. تيجي بتسلم علي مثلا كنت باكل انا. ممكن تأديني مناعتي ما تكون زي مثلا مناعتك. الماسك حلو. تعلمت عليه. الواحد صار يدير باله من اشياء ما كان يطلع عليها. حلو. بتعرف كيف يعني معقمات اشياء تافهه احنا ما بنشوفها بالعين المجرده، فبدك تضطر تصير تنتبه لهي الشغلات. ابصر شو في جايك بعد كورونا. هاي هي اهم السلوكيات بالضبط. يعني برضه يمكن نحن شغلات التباعد الاجتماعي، يعني الواحد خلص التباعد الجسدي يا اخوان، والله اسمه تباعد جسدي. التباعد الجسدي الواحد يخفف من هالزيارات، من الشيء اريح، كل شيء اريح. بالضبط حبيبنا. راح تستمر فيها تباعد؟ عاداتنا وتقاليدنا صعب بس ان شاء الله بطل. حتى انا بالنسبه لي بطلع الساعه 6 الصبح بتلاقيني غير تلقائيا، بتلاقي الواحد بيحط الكمامه ويضل ماشي فيها. صحيح. لما نشلحها نستحي. في ناس غيرت من وراها. ايه؟ في ناس تخفت فيها. لا يا عم. صرنا نتفاجئ بس يشيل ايه. شوف الامور هاي يعني التعرف على واحد وحاط كمامه طاقيه كمان.
والله صارت مصيبه. اذا كان عامل زي ماتريكس حاط نظارات عيده. انا ضد هاي العادات والتقاليد، بالعكس لازم يكون السلام اللي بعيد مع الكورونا او ضد الكورونا. انا بشكل عام السلام من التباعد عشان ما اي مرض ثاني غير الكورونا، مش شرط كورونا واحد يكون معاه حتى لو ما في كورونا او شو مكان. بس كمان الاعراس يعني هذا جانب ثاني، الناس بتحكي لك ممكن بعد ما تنتهي كورونا ترجع الاعراس والاحتفالات الكبيره. بالضبط، لانه صار هلا الاعراس كثير اوفر واحسن وما في تكاليف، فصارت اريح بالنسبه للطرفين، فاظن رح يستمروا في الموضوع. لا والله اني 24 ساعه شلحها، بس لما شفتك لبستها والشرطه موجوده. معناته زي ما سمعنا كثير من السلوكيات اللي الناس تعودت عليها خلال فتره كورونا ورح تستمر فيها، وكان ابرز هي الاحتفالات والمناسبات اللي حكوا عنها كثير بانه راح يحاولوا قدر المستطاع يستمروا بالمحافظه على عدم التجمعات. لكن الايام بيننا والسنه الجاي بنشوف شو بصير معنا.